جمهور الاهلي بصراحه يمكن اكتر. لكن لو دخلت على شله مثلا بتتكون من 10 افراد، فهتلاقي مثلا فيهم 7 يقول لك انا اهلاوي فبس ماليش في الكوره، هتلاقي 2 في الاهلاويه بيقول لك انا اهلاوي ومتابع جامد جدا. خلاص كده يعني تحس ان اغلب الاهلاويه ما لهمش في الكوره، مش متابعين زينا يعني. لا طبعا في يعني في اهلاويه كتير متابعين ومتعصبين وزينا وبيفهموا في الكوره، لكن مثلا كام في الميه؟ ما علينا يعني، لا لا هتلاقيهم. معلش انت كده دخلت ما في اقدرش مربع، ما يعني يعني كام ما في عملتش الميه؟ احصائي. كام في من وجهه نظرك؟ ما عملتش تقول احصائي، لكن سبعه مثلا وثلاثه مثلا، هتخش واحد مثلا الزملكاوي زعل منك يقول لك يعني انت دلوقتي عايز تقول ان الاهلاويه في مصر مش قوي. 70% والزملكاويه 30%؟ انت عمرك ما هتسمع الجمله دي، انا ماليش في الكوره بس زملكاوي، عمرك ما هتسمعها. لكن هتسمع انا ماليش في الكوره بس انا اهلاوي، انا بحب الاهلي. هتسمع الجمله دي كتير، لكن عمرك ما هتسمع تقول واحد يقول لك ايه انا مش في الكوره بس انا زملكاوي، مستحيل. هو لان احنا مش على طول بنكسب، احنا بنلعب كوره حلوه، احنا على طول عندنا مواهب، فاللي بيحب الزمالك ده بيحبه عشان حاجه، فلازم يكون متابعه عشان يحبه. والحقيقة لازم أحيي ذكاء الأستاذ أحمد جمال. هو مؤمن بيقول إيه يعني الجمهور الأهلي 70 والزمالك 30، لكن السبعة دول كل ثلاثة أربعة يقول لك أنا ماليش في الكورة بس أهلاوي. ما معناه يعني إن نص جمهور الأهلي مش بتاع كورة أو مالوش في الكورة. طبعا ليس لائقا أن تتحدث عن الجماهير بهذا الأسلوب. أولا أنت ما عملتش إحصائية. ثانيا هقول لك أنا المفاجأة الكبيرة بس بعد ما أرد في الحتة دي. إنك أنت اعترفت إن جمهور الأهلي 70 والزمالك 30، ودي اللي خد باله منها مين؟ المذيع الإيرم اللي قاعد بقى معاه ده اللي ما واخد باله. قصدك يا كابتن فاروق الزمالك والأهلي؟ قصدك أنت كده يا عم أكنك بتقول إن جمهور الأهلي 70 وجمهور الزمالك 30. قال له لا بس ما هو نصهم بيقولوا إحنا مالناش في الكورة، لكن لا يمكن تسمعها من جمهور الزمالك. هذا التصنيف هو نوع من العنصرية الغير مفهومة يعني. يعني أنت جبت منين إن ده بيفهم وده ما بيفهمش؟ وبيفهم إيه؟ بسم الله ما شاء الله الكيمياء اللي عندنا المعقدة قوي، يعني على أساس إن إحنا بنشجع بالكتالوج والروح الرياضية، على أساس إن إحنا بعد ما نقعد نقول ده ما يمثلناش وده يمثلنا، النهارده بنقول الله ينور لمجرد إنه يستطيع أن يفرض شيء بالدراع ويحوله إلى وهم يقود الجميع. هو ده اللي أنت فاهم، هو ده بقى في رأيك الوعي، يعني هو ده الوعي. جمهور الأهلي هو مواطن مصري، جمهور زمالك هو مواطن مصري، البعض منهم يفهم في الكرة، عاشق للكرة، يعيش تفاصيلها، والبعض منهم بيحب الحواديت اللي حوالين الكيان ده. لا وأنا عايز أقول حاجة برضه يا باشمهندس إضافة للي أنت بتقوله. ما هو مش بس جمهور كورة، أنت ممكن تلاقي أستاذ جامعة أو حد مثقف محترم كيان الأهلي، محترم قيمة الأهلي، ممكن تناقشه في الكورة بيحب الحاجات التانية، بيحب القيمة. هو شايف في قيمة معينة بيقدرها. ما احنا مش هنخش في التصنيفات. أنا لو فصلت له أقول له لأن الأهلي عنده 10 حاجات يتحب عشانها، واخد بالك؟ وهي العشر ثوابت دي اللي أنت وغيرك بيطلع يضرب فيها طول النهار، مش نتيجة مباراة. انتوا مش بتضربوا في نتيجة مباراة. انتوا عارفين نتائج المباراة ده تاريخ. ارشيفه بنطلع. هتقول لي تحكيم هجيب لك الماتش. كويس؟ لكن هتقعد تقول لي البطولات الحلال، كلام المرسل اللي بيريح الناس اللي هي عايزة تصدق وهم يعني 12 ابرك من 42. السبعة اكتر. هو انت لما تيجي تقول لي 7 و9، هو انت ما بتقولش ليه كم مره الاهلي وصل فاينل؟ وانت وصلت كم فاينل؟ مين وصل فاينل اكتر؟ ما بتقولش ليه كم مره دخلتها بصفتك حامل اللقب في بلدك؟ مش وصيف والنادي الاهلي يفسح لك المجال، او انك انت يزحزحوا لك المقاولين والمحله والاهلي عشان تلعب وتاخد بطوله وتعدها لي في التسعه. مش عايزين نقعد نتكلم بالكلام اللي ملوش لازمه. المعايير. طب انا اقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم، ولو انك هتقول لي مش وقتها يعني، ساعات انت ما بتحبنيش اخش في الحاجات دي. انت عمال بتكلمني على المعايير وتقول لي انا مش معترض، انا معترض ولا؟ طب
اشحالك بقى ما بتجيبش سيره القرن ال21 ليه؟ ما هي ماشيه نفس المعايير معاك لحد النهارده. احنا اولاد النهارده حاجة. انت ترتيبك وترتيبي ماشي بالمعايير ده اللي عمرك ما جبت سيرتها. احنا فين؟ انت عمرك ما جبت سيرتها. عارف ليه؟ ربما يكتشف ان لو طبقت معاييره هيروح بعيد قوي. فاهم قصدي؟ ما لعبش فاينالات كتير. فانت بتنقي المعيار اللي مزاجك طبق لي ده عشان يعني انا داخل الثانويه العامه انا جايب 80% بس جايب الفول مارك في ثلاث مواد فاروح رايح للراجل بتاع مكتب التنسيق بتاع كليه الهندسه اقول له خد لي نتيجه الثلاث مواد دول لان الراجل الاول على الثانويه العامه اللي دخل ده طالع الاول في مادتين لكن جايب 99.5 في الباقي. هو انت هتروح تقول للناس المعايير اللي تكسبك ايه؟ ولا انت بتمشي على معايير وبعدين لما تكتشف انها ما تناسبش